هاي الانطلاقه جايه بسرعه خطيره خطيره والهدف دفاع يعود والعوده شيئا فشيئا. هاي كره لفيستون جانبيه في اخر لحظه يلمسها المدافع في اخر لحظه وفيستون يحرم من الهدف الرابع الشخصي. القدم الساحره اليسرى ينطلق ينطلق ممتازه من هناك ممتازه والهدف الهدف لو مهدي بالجيارزية جانبية. تلعب المباراة بملعب أول نوفمبر سابق لأولمبي المدية. هاي كرة ممتازة اللعبة الثلاثية الممتازة رائعة جدا. كان يبحث عن الزاوية البعيدة. الفريق يحتفظ بالكرة لأكبر وقت ممكن هو الأحسن والأفضل. هاي كرة من هناك انطلاقة انطلاقة لتوفيق عدادي خاطر توفيق لو يخرج لو الهدف مش خريط شخريط يفاجئ الجميع ويسجل الهدف الأول في هذه المباراة بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو. كنت أقول منذ قليل حذاري حذاري يكفي فرصة ونصف فرصة للعب للفريق المضاد في هذه الأجواء. قلت في الغمرة غمرة الأجواء في غمرة السيطرة في غمرة الفرحة في غمرة أنه الفريق هو الأول هو الأحسن هو الأفضل. أولمبي المدية مرة أخرى يثبت أنه خطير جدا خطير جدا في المباريات خارج ميدانه. هنا سعدو كان لازم هو اللي يروح يقطع الطريق. شوف بقى مش عارف كان يظن انه شخريط راح يلعب على اللعب اللي جا من بعيد وهو بالعلام. شوف شخريط ينطلق 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 تيزي بوعلي العوده نتاعو كانت شويه يعني متاخره حتى انه بذل مجهودات جباره. يوسف كان ضيع فرصه لا تضيع. الهدف اي هدف يا سلام اي هدف يا سلام يا سلام. يظهر لي انه بليلي فعلا امير. انت امير في هذه اللقطه انت امير في هذه اللقطه الرائعه جدا لا يسجلها الا الامراء. يا سلام يا شيكر اين كنت اين كان اخذك في هذه اللقطه. ولكن هذا الهدف من اروع ما يكون واروع ما شاهدنا منذ انطلاقه الموسم. امير بليلي باليمنى شوف يرفع راسه ويسجل بقوه بقوه ويسدد بقوه. يا سلام شوف الكره المنحنى لم يكن ينتظر شيكر يوسف هذه القنبله وسكوت ارض ارض الذي ارض جو الذي سكن في الشباك. شوف من 35 متر على الاقل با 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 با, با تعديل النتيجه تعديل النتيجه في الوقت المناسب. يا سلام هدف مقابل هدف في هذه المباراه الرائعه اصبحت اجمل فعلا زميل سمي نور الدين. الهدف كان جميلا.